السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس بناء واجهات تطبيقات الويب باستخدام رياكت. والنهاردة تعالوا نكمل بقى اللايف سايكل، زي ما اتكلمنا عن الماونتنج نتكلم عن الابديتنج النهاردة، فخليكم معانا. في الحلقة اللي فاتت كملنا كلامنا النظري عن الايفنتس بتاعت اللايف سايكل ماشي، واتكلمنا عن الماونتنج اللي هو الكرييشن. تعالوا نتكلم المره دي عن الابديت. الابديت بيحصل امتى؟ امتى بتنفذ الايفنتس بتاعت الابديت او الميثودز بتاعت الابديت؟ في 3 كونديشن. اول واحده النيو بروبس، وهو انك تبعت بارامتر للكلاس دوت، وده طبعا احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده وشرحنا ازاي ممكن تبعت بروبس ل الكلاس بتاعك، فعلا مش هنتكلم عنه. هنبدأ كلامنا على طول عن السيت ستيت. تعالوا نتكلم عن السيت ستيت، وهي بالظبط كده ميثود فايدتها انها يعني لو ما بيصطدم بيها بيعمل ري ريندر للكومبوننت بتاعنا ده. طيب ازاي ممكن نتعامل معها؟ تعالوا الاول نغير او نحط داتا داخل الستيت اكتر من الديت اللي احنا كنا حطيناه في الحلقات اللي فاتت. تعالوا نحط حاجه لايك النيم، وهنسميه مثلا المحمدي، ومثلا هنا الاج. ممكن نحط فيها مثلا اوكي، ونبدا ان احنا نغير الستيتس او الانفورميشن اللي في الستيت دي. طبعا احنا خلينا متفقين ان السيتي ستيت كفانكشن ما ينفعش ان انا اجيبها او اغيرها في الريندر، ماشي؟ وهنشرح قدام شويه كده ليه، لان هو انت بتعمل ريندر والسيتي ستيت بتعمل ري ريندر، فانت كل ما تعمل ريندر تقول له اعمل ري ريندر تاني، فانت واخد بالك كده انت داخل في انفينيت لوب، يعني حاجة ممكن انها تعمل هانج للسيرفر بتاعك وتدمر يعني تدمر الويب سايت، تخلي الويب سايت بتاعك يكراش، ماشي؟ ليه؟ لان انت كل بالظبط كده كل ما يطلع ريزلت تقول له لا ابنيه تاني، طلع ريزلت لا اعمل لي تاني، يطلع ريزلت تعمل لي تاني. فمش مستحب ان السيت ستيت ديت تتكتب في الريندر ايه ميثود. طيب تعالوا نشوف مكان مثلا زي الكومبوننت ديد اماونت اللي هو خلاص احنا وصلنا فيه لنهايه الريندرنج، ماشي؟ وتعالوا نكتب هنا بقى ايه، نغير الستيت ايه بتاعنا. فمثلا هنيجي هنا كومبوننت ديد اماونت اهو، فنيجي هنا كده ومثلا نغير الستيت، نقول له this dot state، ماشي؟ ونحط له بقى هنا ستيت جديد، هنقول له هنا مثلا ايه النيم بتاع الستيت، مثلا مو صلاح، اوكي. وعشان نتاكد اكتر تعالوا هنا كده نضيف هنا اتش 4 برضو، ونقول ايه هاي مثلا، ونحط له هنا ايه this dot state dot name، ماشي؟ قبل الليله ديت لو انا جيت هنا مثلا اهو عملت كده، عملت لها كوميت، ماشي، وخرجت الكود دوت وكنت كنترول اس، عملت سيف، هتلاقي هنا بيقول هاي المحمدي. ده طبيعي، ماشي؟ ليه؟ لان هو واخد النيم بتاعه من الستيت هنا، ماشي؟ طيب انا لما جيت اغير الستيت هنا، تعالوا نرجع الكلام ده تاني، ماشي، كنترول اس، انا اسف وانا كتبت المفروض سيت ستيت، سيت ستيت، شوفوا حتى هو كملها لي كده، هو لي ستيت از نوت ا فانكشن، ماشي، انا كتبتها بس ستيت، كنترول اس، وهتلاقي ايه هاي مو صلاح. طب فين المحمدي؟ طبعا الستيت هنا اتغير، فعمل ريرندر للفورمه بتاعتي هنا اهوت، فهي بالظبط كده اهوت. خلينا نمسح كده عشان نشرح لكم بس على اللوحه دي ايه اللي حصل. انا في البدايه هنا في الكونستراكتور عرفت له الستيت باسم المحمدي، ماشي؟ لما راح لي
الكومبوننت ديد اماونت، عملت له سيت ستيت تاني بس باسم مو صلاح، ماشي. فايه اللي حصل؟ رجع للريندر تاني وعمل ري ريندر، لان احنا طبعا استخدمنا السيت ستيت، ماشي. فهيروح يعمل ري ريندر السوفت وير بتاعنا، وبالتالي الاسم اتغير لمو صلاح. دي الفكره من انك انت تعمل سيت ستيت وبالتالي تبدا تغير في شكل الريندر بتاع الكومبوننت ايه بتاعك. طيب تعالوا نعمل الكلمه، الحاجه اللي انا حذرت منها من شويه، وهي ان احنا نحط الريندر بتاعنا السيت ستيت دوت سوري السيت ستيت بتاعنا داخل الميثود اللي اسمها ريندر اهو، قبل الريندر اهو، ماشي. تعالوا كده نجرب كنترول اس. شايف هنا كونكتد على طول. لو دوسنا هنا اف 12، وطبعا مش عاوز لانه مهنج تماما، ماشي. اهو شوف 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 بيج انريسبونسيف، خلاص كده البيج حصل فيها كراش. فنعمل اكزيت بيج، ماشي، لان ده كده ايه غلط. ونعمل كده كنترول اكس، نشيله من هنا بسرعه كنترول اس عشان ايه ريستارت ايه السيرفر ايه بتاعنا، ماشي. طبعا احنا هنحتاج نرستر السيرفر بتاعنا عشان يرجع ايه يشتغل تاني، تمام كده. ترجع تاني ايه يقول لك هاي مو صلاح، والكونكتد اللي كانت شغاله ديت على طول على المال على بطال لحد ما حصل كراش ايه وقفت، لان ده كده غلط. يبقى السيت ستيت من الشيء الخاطئ انك انت تقوم جاي حاططها داخل الريندر ايه فانكشن. يبقى تعالى بقى نرجع تاني للسيت ستيت ونقول شويه حاجات مهمه عنها. اول حاجه ما ينفعش انك انت تقوم جاي مثلا ايه عامل ستيت مغيره من غير سيت ستيت. يعني انا مثلا ممكن اقوم جاي عامل اقول له ايه زي ما انا عملت كده ستيت هيساوي المحمدي كذا كذا كذا، بعيدا عن الكونستراكتور يعني، هنا بس انا عاوز اغير الستيت فاقوم جاي مغيره من غير ما اعمل له سيت ستيت. الكلام ده غلط ومش هيعمل اي تغيير، ده رونج. لازم تعمل سيت ستيت وتبدا تغير الستيت بعد كده. كمان ما ينفعش انك جوه سيت ستيت تقوم جاي حاطط الستيت الجديد مثلا اللي هو ايه زيز دوت ستيت ومثلا دوت كذا بكذا، لا انت بتحط بعته كاوبجكت عادي وهو بيعرف وهو عارف ان دوت الستيت ايه بتاعه. كمان انا هنا لما جيت غيرت النيم بس، لا غيرتش الارج ولا غيرت الديت، فاحتفظ بالقيم القديمه، ماشي. ليه؟ لان انا كده عملت حاجه اسمها ابديت اند ميرج، انا عملت تحديث للستيت بتاعي فعمل تحديثه وعمل ميرج لي مع القيمه دي بس، بقيه القيم هي ماشيه زي ما هي، تمام كده. هيتبقى لنا بس ايه الفورس ابديت، ماشي، وده هيتاجل شويه لحين دراسه شيء معين كده، وبعد كده هتلوني باجي ليه، ماشي. طبعا الانماونتنج هو ان انت بتعمل دستروي للكوماند دوت، وبالتالي هيروح ينفذ الكود اللي موجود في الكومبوننت والانماونت، يعني اللي هو اللي بينهي وجود لو انت عامل اي اتصال اي مثلا ستريم اي حاجه شغله مساحه على الميموري بتحتاج ان انت تعمل لها كلير من الميثود دوت. وبكده بس كده دي بتنتهي اللايف سايكل. ومن الحلقه الجايه هنبدا نتكلم عن الايفنتس، ازاي نهندل الايفنتس وخصوصا الباتون ايفنتس، ده مهم جدا. وبس كده دي كده بتنتهي حلقه النهارده. يا ريت اللي عنده استفسار من اي نوع يسيب في الكومنتس بوكس في الفيديو. بتمنى الناس اللي من القناه بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهايه بتمنى لجميع التوفيق. انا معكم المبرمج احمد محمدي، والى اللقاء في حلقه قادمه، ودمتم في رعايه الله وحفظه.